إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله. نشهد أنه صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا جميعًا من النار. إخوتي الأفاضل، مع اقتراب عيد الأضحى المبارك يبدأ الحديث عن الأضحية بين كثير من الناس، فمنهم من يتحدث عن الأضحية من زاوية قلتها، ومنهم من سيتحدث من زاوية غلاء ثمنها، ومنهم من سيتحدث عنها من زاوية أنواعها وأشكالها وما شابه ذلك. لكن وللأسف نلاحظ غيابًا تامًا للحديث عن حكمها وأحكامها، نلاحظ غيابًا تامًا للحديث عنها كسنة تسن مع القدرة عليها وتسقط مع عدم القدرة عليها. وحينما نقول سنة بمعنى أنها ليست بفريضة، ومعنى أنها ليست بفريضة أن من قام بها وهو قادر عليها فله أجرها وثوابها، لكن من لم يقدر عليها فلا يكلف نفسه في الحصول عليها. طيب، وإن كلف نفسه كالذين يبيعون آثاث منازلهم، والذين يعني إن كلف نفسه وهو لا يستطيع، فأقل ما يقال في حقه أنه أخرجها أو بطل حكماً من أحكامها. ولذلك فإن هذا الحديث أو أن الحديث عن هذا النوع من الحديث تجده قليلاً في المجتمع، وأحياناً يرفض من طرف البعض. كيقول لك سيدي علاش أنتم ما تضحيوا وإحنا ما نضحيوش؟ هذا هو الجواب. وهذا الذي يجعلنا نفتح اليوم قوسًا نتحدث فيه عن العرف السيء الذي تجدر في مجتمعنا، تجدر في مجتمعنا حتى اكتسى لباسًا فاق ما فرضه الله علينا. هذه مشكلة، ويمكن أن ندرك حقيقة هذا العرف السيء إذا علمنا قدر الحرص الذي يبذله البعض من أجل الحصول على هذه السنة. الشيء الذي يدفعنا إلى التساؤل ونقول: لماذا يتشبت العاجز عن الأضحية بالحصول عليها وهو يعلم أنها سنة؟ علاش؟ ثم لماذا لا يقوم بواجبه مع الفرائض التي فرضها الله عليه كما يجتهد ويكد من أجل هذه السنة؟ بل نقول: ما هو السبب الذي أورثنا هذا الحرص المبالغ فيه من أجل هذه الأضحية، في حين لا نرى جهوداً ولا مجهودات في باب الفرائض التي فرضها رب الأرض والسماوات، وفي مقدمتها هذه الصلاة التي تجمعنا الآن؟ بمعنى إذا بغينا نديروا شيء إحصاء، كم عدد المصلين الذين سيضحون، وكم عدد المضحين الذين لا يصلون؟ إذا درنا شيء إحصاء، صدقوني أيها الإخوة، سنستغرب، والله سنستغرب، وتزداد الغرابة حينما نترك العرف هو من يتكلم في هذا النوع من عبادتنا، يعني ما كنرجعوش للدين على العرف. هذه مشكلة أخرى، ونحن نعلم أن العرف في جل تدخلاته هو من الكاذبين،
ما عمر العرف ما كان مصدر ديال الرجوع. مثلا في باب الأضحية ماذا يقول العرف؟ يقول كما يدعي البعض أن التكلف والحرص والجهد باش يوصلوا الناس للأضحية هم الأبناء. عجيب، الأبناء، وكأن الآباء فعلا يخافون على أبنائهم. هذا الادعاء يكذبه الواقع، يكذبه الواقع. نحن نعلم أن أغلب الآباء الذين يدعون حب أبنائهم في هذه السنة النبوية، والله جلهم لا يهتمون بأخلاقهم الإسلامية وخاصة العبادات الدينية. جلهم لا يصلون. هاد الوليدات اللي بيتي تهز عليهم الكريدي وبيتي تطلب وبيتي دير معداش دير من أجهاد وضحية، ما كيصليوش. ولو أن الآباء اشتغلوا وحرصوا واجتهدوا في أن يعلموا أبناءهم هذا الدين الأغر لتعلموا أن الله تعالى قال فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر، بمعنى الصلاة هي الأولى، الصلاة هي الأولى، وبعد الصلاة إن استطعنا أن نضحي فلنضحي، وإن لم نستطع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وعندنا رخص كثيرة جدا. قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. تخير اللي بغيتي. ثم لماذا؟ هذا هو التساؤل، لماذا نطبق الدين أو نريد أن نطبق هذا الدين أكثر من اللازم في باب الأضحية؟ في نظري والله أعلم نريد أن نطبق الدين أكثر من اللازم في باب الأضحية لأنها عبادة بطونية، عبادة عندها علاقة بالمكلة والشراب. وهذا يعني إذا كانت هذه النية هذه مشكلة أخرى، سنحول هذه الأضحية من دائرة العبادات إلى دائرة الملذات والشهوات، وهذا حاصل. هناك من حولوا الأضحية من دائرة العبادات إلى دائرة الملذات والشهوات، ناهيك عن التباهي بها بين بعض الأسر والعائلات. حاولي ديالنا كبر من حولكم، وهذوك شراو كبر نشرو بحالهم، فين هي العبادة؟ مشات. وأعود إلى التساؤل، لماذا أولئك العاجزون عن هذه الأضحية يريدون أن يكونوا مسلمين بالأضحية في حين لا يريدون أن يكونوا مسلمين ببقية الفرائض الأخرى؟ ما عرفتش. مع العلم أنهم يعلمون أن الذي سن هذه الأضحية قد فرض علينا عبادات أخرى فرطنا فيها إلا من رحم الله، ولم يفرض علينا ربنا الأضحية. لكن من الذي فرض علينا الأضحية؟ وهذا هو اللي بغينا نفهمه. الذي فرض علينا الأضحية هو هذا العرف السيء الذي جعل البعض منا يريد أن يتقرب إلى الله أو يريدون أن يتقربوا إلى الله بما يشبع بطونهم حتى وإن ساءت أخلاقهم، هو أخ صغير يذبح والسلام. ثم يأتون ليدعون أن السبب هم الأبناء، ووالله إنهم لكاذبون. وأنا أقسمت لأنني سأقول لكم الدليل. علاش كذابة؟ لأنهم ما خافوا على أبنائهم من عذاب الله يوم الوعيد، وإنما خافوا على أبنائهم من أن لا يضحوا يوم العيد. نكون صراحة، خاش قولي الدراري وكذا وكذا وأنا أولادي وكذا وكذا، هذا الخوية. وهذه نية سيئة أخرى تضاف إلى العرف السيء الذي قد يجعل ثواب الأضحية في خبر كامل. وربنا عز وجل يقول لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. إذن لنركز عليه، الأضحية عبادة، والعبادة يجب أن ترتبط بالعبادات الأخرى، وإلا فلا قيمة لهذه العبادة اللي هي غير سنة مع التفريط في العبادات الأخرى اللي هي مفروضة. وهنا
نفتح قوس آخر، لا بد أن نعلم أن الذي يسعى إلى الأضحية ويجتهد في الحصول عليها ليس عيبا ولا حراما. واحد الإنسان خدامه كيجتهد ودير مسكين أكثر من جهد ديالو باش يضحي لوليداتو، هذا من حقه، لكن شريطة أن يكون هذا النوع فعلا قام بواجبه مع الله في الفرائض الأخرى. وهذا النوع أيها الإخوة، هذا النوع هو أحق بالمساعدة في الأضحية. أنا بغي نوصل لهذه النقطة هذه بالضبط. هذا النوع إن لم يكن من الواجب علينا فهو من باب الدين أن نساعده في الحصول على أضحيته. عرفتوا علاش؟ لأسباب متعددة. أولا، هو إنسان ملتزم بأحكام الدين الذي سن الأضحية للمسلمين. واحد الإنسان كيعبد الله وكيصلي وكيشوف هذه الأضحية راه ماشي هو بغي ياكل، لا، هو بيتقرب الله عز وجل كما يتقرب الناس المتقون إلى ربهم، هذا يشجع ويساعد حتى وإن كان ليس بقادر عليها. هذه علامة. العلامة الثانية أن هذا النوع يجب أن نساعده في أضحيته لأننا نعلم أنه من المحافظين على صلاته. ديما كنشوفوه كيصلي وكنعرفوه جارنا ولا قريب لينا ولا كذا، ونحن والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل يرتدي المساجد فشهدوا له بالإيمان. ثم أكثر من هذا وذاك، هذا النوع يجب أن يساعد لأنه لا يخرج إلى الشارع ليسأل الناس المساعدة على نوع من العبادة ما كيمتش يديه. بمعنى نقولها بصراحة، ليس من المتسولين المحترفين الذين يتخذون من هذه المناسبة فرصة للنصب والاحتيال من أجل جمع كم هائل من الأموال. عندهم علاقة بضحية هذا، فأعطيه حولي اليوم هنا تلقاه غدا واقف في البلاصة بغي يحاول يخرج. وهنا لا بد أن قول كلمة حق أخرى للأغنياء أو بالأحرى للذين يعطون هذه الصدقات بهذه الطريقة، أن المسؤولية بالدرجة الأولى تقع على الذي يعطي أكثر من الذي يأخذ. ولذلك فإن بعض الناس يساهمون في ظاهرة التسول دون أن يشعروا، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. بعض الناس يعطون هذه الأصناف دون أن يعرفوا حالهم وأحوالهم. والغريب بل العجيب الذي أعتبره بحال شي نكتة ولا شي مستملحة، هو حينما تجد المتصدق يصلي والمتصدق عليه لا يصلي، والذي يصلي يطلب الدعاء ممن لا يصلي. غريب، أي دعاء يرجى من أناس قطعوا الصلة بربهم؟ أي دعاء؟ أي دعاء يرجى من أناس قطعوا الصلة بربهم ويسألونه الدعاء لغيرهم؟ ألا يعلم أنه يتعذر الاتصال بمخاطبهم؟ يتعذر الاتصال، هو قاطع. لكن باش كلامي تفهم القصد ديال الكلام، يجب أن نساعد المحتاجين، على الأغنياء أن يساعدوا المحتاجين. لكن أي نوع من المحتاجين؟ هنا في غادي نختلف. أي نوع الذين يستحقون المساعدة أيها الإخوة؟ باب التجربة، أناس لا يتسولون وغير الله لا يسألون، هذا هم اللي نقلبوا عليهم. الذين يستحقون المساعدة أناس يعانون في صمت من يوم الأحد إلى يوم السبت، توحد ما عرفهم إلا رب العالمين. الذين يستحقون المساعدة أناس لا يسألون الناس إلحافا. ووالله إن بعضهم في السنة الماضية فاجأوا جيرانهم يوم العيد باش لم يضحوا ولم يطلبوا أحدا الأضحية. علاش؟ يقول لك شي واحد ما يمكنش. لا يمكن سيدي، لأن هذه الأصناف دينهم يمنعهم من أن يشكوا الخالق إلى المخلوق. هم يعلمون أن الأرزاق بيد الله،
وأن الذي أغنى وأفقر هو الله، وأن الذي أعطى ومنع هو الله. علاش؟ شعارهم شعار يعقوب نبي الله يعقوب الذي ذكره الله عز وجل في سورة يوسف، شعارهم ما هو؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، أشكو بثي وحزني إلى الله. دينهم جعل فيهم الحياء، وحياؤهم منعهم من أن يمدوا أيديهم لغيرهم. طبعا هذه الأصناف ماشي سهل باش تلقاها إلى ما اجتهدت عليها. هذه الأصناف لا بد أن تبحث عنها وأن تجتهد من أجل الوصول إليها، لأنما وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل، وهو أن يخرج الغني إلى البحث عن الفقير، لا أن يخرج الفقير إلى البحث عن الغني. احنا عكسنا الصورة للأسف، عكسناها، لأنه حينما يخرج الغني ويريد أن يتصدق بيده لا شك أنه سيضع هذه الصدقة وهذه المساعدة في يد من يستحقها، لأنه قد يعرف بعد شكون هذا السيد كذا ولا كذا. وهنا سيطبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. نعم، لا يأكل طعامك إلا تقي. حتى اسمعوا أيها الإخوة كلام خصنا نعقلوا عليه مزيان، وهذا كيهمنا جميعا. فوالله إن أفضل الأغنياء هم الذين يذهبون إلى الفقراء طلبا لما عند الله، وإن أفضل الفقراء هم الذين لا يذهبون إلى الأغنياء اتكالا على الله. نعود هذه الجملة لأنها مهمة. أفضل الأغنياء شكون هم؟ هم الذين يذهبون إلى الفقراء طلبا لما عند الله، وأفضل الفقراء هم الذين لا يذهبون إلى الأغنياء اتكالا على الله. اللي أعطاك يعطيني، واللي يرزقك يرزقني. فلماذا؟ ثم أقول للفقراء، لابد أن نتكلم بصدق، أقول للذين قدر الله عليهم الفقر في هذه الحياة: اعلموا أولا أن الذي قسم الأرزاق هو الله، هو الله. حتى واحد ما كان سبب ديال الفقر ديالك ولا سبب ديال الغنى ديال الآخر، الذي قسم الأرزاق هو الله، وعليك وعلي وعلينا أن نرضى بقسمة الله. القرآن الكريم تقول: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك خير مما يجمعون. هذه رقم واحد. ثم على الفقراء أن يعلموا، هذه مهمة بزاف، أن ضرر الفقر والله ثم والله ثم والله لهو أهون من ضرر الغنى. راه ربما أعطاك الله الفقر لأنه يحبك، وربما لكون أعطاك الغنى غادي توقع في مآسي وفي ذنوب ومعاصي. فلذلك ضرر الفقر مهما كان لن يصل أبدا إلى ضرر الغنى إلا من رحم الله طبعا، وهداه الله سبحانه وتعالى بالدين وباليقين. ولذلك انظروا إلى سيدنا علي بهذه أختي. سيدنا علي انفاهد شي كامل، قال لك: لا فقر ولا غنى في هذه الدنيا، ما كاينش كاع، لا فقر ولا غنى في هذه الدنيا، وإنما قال: الفقر والغنى بعد الموت. هذه مهمة بزاف، الفقر والغنى بعد الموت. بمعنى الغنى أو الفقر هو ما سيكون بعد الوقوف بين يدي الله، فمن ثقلت موازينه يومها فهو من الأغنياء حتى وإن عاش هذه الدنيا من الفقراء، لكن من خفت موازينه يومها فهو من الفقراء حتى وإن كان أو عاش هذه الدنيا من الأغنياء. ولذلك يروى بهذه أختين قصة، يعني حديثة العهد، أن عالما رأى رجلا فقيرا، رآه حزينا أو حزينا،
فقال له أو قال في حقه: رأيت فقيرا فقلت له ما الخبر؟ فقال: دراهمي تلاشت وليس لها أثر. يا ودي داكشي اللي كان عندي مشى، سبحت الله، الله كريم كما تنقول. رأيت فقيرا يبكي فقلت له ما الخبر؟ فقال: دراهمي تلاشت وليس لها أثر. وهذا الفقير كيقول: وطلبت من جاري سلفة فاعتذر، وكل شيء زاد سعره إلا البشر، الأغنام والمعز والدجاج والبقر، والخبز والزيت والفواكه والخضر. قال: يا ديرا الله غالب شراء بزاف. فرد عليه العالم قال: فقلت له: إذا ابتليت بالهم بالفقر والقدر فقم لله واسأله قبل السحر، اللي أعطاه هذاك يعطيك. إذا ابتليت بالفقر والقدر فقم لله واسأله قبل السحر، فالله يرزق إن شاء بجنات ونهر، ثم ارض بقسمة الله بين البشر، واعلم بأن الدنيا ليس فيها مستقر. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين، وغفر لي ولكم ولسائر المسلمين، آمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، يقول الحق تبارك وتعالى في محكم تنزيله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الستة الباقين من العشرة المبشرين بالجنة، وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم لا تخالفنا عن نهجهم وطريقهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وانصر اللهم ملكنا وقائدنا جلالة الملك محمد السادس، فاللهم انصره نصرا عزيزا تعز به الدين وتجمع به كلمة المسلمين، وأقر عينيه بولي عهده الأمير الجليل مولاي الحسن وبسائر أسرته العلوية، إنك حميد مجيد. اللهم احفظ بلدنا من الفتن، اللهم طهر بلدنا من الفتن، اللهم نقي بلدنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين أجمعين. اللهم انصر الحق وأهله، وأهزم الباطل وأعوانه، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم كن لهم عونا يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا يا رب العالمين، اللهم كن لهم عونا يا رب العالمين، اللهم أرنا بأسك ونقمتك وقدرتك في الظالمين المعتدين، إنك ولي ذلك والقادر عليه، آمين. إخوة الكرام، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، فاعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واعلموا أن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، لا